يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع جماهير النادي الاهلي، تحياتي ليكم في بدايه حلقه النهارده. والحقيقه حابب ابدا النهارده ان انا ابارك للمصريين عوده المنتخب المصري من جديد. يعني مش هبالغ لو قلت انه عرض لم يكن منتظر ومستوى لم يكن متوقع. اللي يبص للمقدمات ما يتوقعش حقيقه الاداء والعرض القوي اللي قدمه منتخبنا امبارح في مواجهة ظروف صعبة وفي مواجهة منتخب قوي. أنا بعتقد أن مباراة امبارح مليانة مكاسب لروي فيتوريا مدير الفني لمنتخب مصر، للاعبتنا نفسهم اللي أعتقد استفادوا من تجربة احتكاك قوية جدا 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 قبل ما يروحوا للمشوار الرسمي في تصفيات كأس العالم، أو طبعا للحدث الأهم والأقرب والأكثر صعوبة على الأقل على المدى القصير وهو بطولة أمم أفريقيا. امبارح منتخبنا قدم مباراة بشخصية منتخب مصر، ودي النقطة اللي احنا كنا دايما مختلفين عليها، ودي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم دايما انه المنتخب في على اقل تقدير في مبارياته الاخيرة ما ظهرش بالروح او بالمستوى اللي احنا اتعودنا عليه. يمكن طرد محمد هاني صب في مصلحة المنتخب. انا بشوف طبعا مباراة كانت واضح جدا من بدايتها انها صعبة، واضح جدا انها مباراة رسمية ولكنها في إطار ودي، يعني مباراة نتيجتها مش مرتبطة ببطولة، لكن في النهاية تحس إنه مباراة فاينل كان، وهي مصر والجزائر طول عمرها يمكن واحد من أهم ديربيات أفريقيا. يعني بيقولوا دايما مصر والكاميرون أهم ديربي في أفريقيا، لا أنا بشوف مصر والجزائر أهم ديربيات أفريقيا، ويمكن ده اترجم في أول ربع ساعة من المباراة لغاية لما حصل طرد، أول ثلث ساعة في المباراة لغاية لما حصل طرد محمد هاني. هنا الأمور اتكهربت وهنا الأعصاب اتشدت وهنا الكل توقع سيناريو سيء للمباراة، لكن على العكس تمام حقيقة أنا بشوف إنه أفضل أداء قدمه المنتخب المصري في المباراة دي وهو ناقص لاعب، وهو ناقص بعد طرد محمد هاني، روح، رجولة، انتشار، قوة، مهارة، ثقة، ودي نقطة مهمة جدا جدا. والدليل اللي احنا كنا بنتكلم عليه اعتقد انه بان بشكل عملي لروي فيتوريا. منتخب مصر منتخب كبير، منتخب مصر حتى وان كانت المباراه انتهت بالتعادل، بالمناسبه انا بشوف ان التعادل بطعم الفوز، مش فرحان بالتعادل مع الجزائر بقد ما انا فرحان بالعرض والمستوى اللي ظهر عليه منتخب مصر وهو بيلعب ناقص في مواجهه منتخب قوي جدا عنده الرغبه رهيبه في كل دقيقه وفي كل ثانيه انه يرجع في المباراه. منتخب ما يقبلش على نفسه انه يخسر من منتخب تاني مهما كان اسمه وهو ناقص لاعب. دي كانت حاله منتخب الجزائر امبارح، منتخب بالشراسه دي، بالرغبه دي، بالاراده دي، بالتصميم ده انك تقدر تصمد قدامه، بل وانك تكون الاكثر خطوره والافضل اداء على مدار 90 دقيقه كامله. لا، منتخب مصر كبير جدا جدا جدا، وده كان المطلوب اثباته مش لجمهور الكره في مصر، لروي فيتوريا نفسه. الشكل اللي ظهر عليه امبارح، التنظيم، الروح اللي بشوف دايما انها عامل التفوق عندنا كمصريين، الروح لما بتحضر في الملعب في ماتشات احنا اتقل بكتير جدا من الفرق اللي قدامنا، الفوارق بين السماء والارض، التاريخ، البطولات، الارقام، القيمه التسويقيه، قول زي ما انت عايز تقول، ورغم كده بتحس ان في اداء باهت، اداء موظفين. مش ده منتخب مصر، منتخب مصر هو اللي احنا شفناه امبارح وده اللي احنا عايزين نشوفه في اللي جاي، وده اللي مش هيقبل بيه، مش هيقبل باقل منه جمهور الكوره في مصر. يعني عودا حميدا لمنتخب مصر، مبروك العرض الرائع والقوي جدا في مباراه امبارح.